بخير، كنتمنى تكونوا بافضل الاحوال ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا اليوم حبوباتي، غادي نحضر معكم كوكيز منزلي بمقادير جد سهله وجد بسيطه، وبطريقه جد سهله. كيجي رائع ومقرمش احسن من ديال الصنقه، ويعني حتى الطريقه ديالو غير مكلفه ومكونات متواجده في كل بيت. نخليكم مع الوصفه حبوباتي، ولكن قبل اللي ما مشتركاش كنتمنى انها تدخل تشترك عندي في القناه وتشوف المحتوى ديالها، تقدر يعني تلقى شي حاجه تعجبها. فمرحبا والف مرحبا بكم، واللي مشتركه كنتمنى تخلي لي واحد اللايك وكومونتير كيف جاها الفيديو، علاش لا ما تبارطاجيوش مع احبابكم وصحابكم. كان حبوباتي كيف كتشوفوا معايا الكوكيز ديالي كيف جا، كيجي رائع جدا وغير مكلف بتاتا، يعني احسن من ديال الزنقه كاع اللي عندها وليداتها. فمن الاحسن ان هاد اليوم يعني شي حاجه منزليه سهله جدا غير مكلفه ومقادير يعني عارفين اشنو فيهم. اذا حبوباتي في الوصفه ديال اليوم غادي نحتاجو كاس الا ربع ديال السنيده، انا البنات ما توفرش عندي سنيده، درت غير سكر كلاسي ماشي مشكل. حبيبات ديال الشوكولا، انا درت هنايا الشوكولا مقطع طريفات، ملعقه ونصف كبيره ديال الشوكولا حلو كوبل، زوج بيضات، خماره واحده، فانيا، كاس معمر ديال الزبده دائبه مع شوية الزيت، أنا كملت بالزيت، درت تقريبا واحد نصف كأس ديال الزبدة وداك يعني الربع درتو بالزيت، وزوج كيسان ديال الدقيق. إذا حبوباتي نخليكم مع طريقة التحضير. في إناء حبيباتي غادي نوضع زوج بيضات، بسم الله، مع سكر كلاسي او سنيده. البنات هي البنات من الافضل انكم ديروا سنيده، انا غير حيت ما توفراش عندي درت مع سكر كلاسي. غادي نبدا نحرك ونزيد هاد الفانيا ديالي، نحاول نمزج لكم المكونات ديالي بيدي. عندي في البنات هاد الكاس ديال الزيت والزبده اللي درناهم مخلطين، ونحرك بعد ما تمزجوا ليا المكونات البنات، غادي ندير واحد القبيصه ديال الملح، غير قبيصه كيف كتشوفوا كتجيبوا اليد، وغنزيد كوبيل ديالنا او شوكولا حلو. انا البنات هنا درت ملعقه ونصف كبيره، اذا ما توفرش عندكم كان عندكم المرفرات تقدروا ديروها البنات، ما كاين حتى شي مشكل. كملت الخلاط ديالي البنات، هاد الكوكيز كيجي رائع الصراحه والله، يعني ماشي غير اللي عندها وليدات، انا الصراحه كنديرو يعني حتى للضياف اذا كانوا، عرفتي كيجي زوين زوين بزاف، كيحمقهم. تحط هكا في الكوتير يفطروا به وليداتكم، يعني تعطيوه ليكم، تعطيوه لوليداتكم يديوه ككوتير في المدرسه، احسن من انهم يبقاو يشربوا دوك البيمو ديال الزنقه البنات. فراه داكشي كله غير مرض في مرض والله صراحه، زعما يعني لو نعرفوا شنو كاين في داكشي راه لا اله الا الله وصافي. الله يحفظ لينا وليداتنا. البنات غنزيد هاد حبيبات الشوكولا، انا ما توفروش عندي البنات، داكشي علاش درت غير الشكلاط
اسود قطعته طريفات كيف كتشوفوا. على القد اللي حبيته، يعني واش تبغيوه يعني عامر مزيان داك كوكيز او غير مرشوش، او يعني كيبقى الاختيار ديالكم، ما كاين حتى شي مشكل. وغادي نزيد الدقيق ديالي البنات، عندي زوج كؤوس عفوا، نضيف فيهم شويه بشويه، ندير معاهم هاد الخماره. صراحه البنات ملي غتجربوا ان شاء الله هاد الكوكيز، ف انا اكيده جدا انكم ما غاديش يعني تبقاو تستغناو عليه، بالاخص اذا كانوا عندكم وليدات فراه غيحماقوا عليه. تناو من دوك يعني المشتريات ديال الصنقه، احسن ديري لوليداتك يعني شي حاجه اللي انت عارفه شنو فيها ومكونات يعني طبيعيه، يعني ما كاين لا كيميائيات لا حتى شي حاجه. غنبقى نضيف الدقيق حتى يتماسك ليا الخليط. الناس بالنسبه لكوبا اللي زدتو في العجين فراه اختياري، اذا ما بغيتوش فراه تقدروا ما ديروش، يعني ماشي ضروري. انا كتعجبني ديك البنه ديالو وسط الكوكيز، داكشي علاش درتو. وحتى من ناحيه الشوكولا كيف كتشوفوا معايا راه درت تقريبا قل من كاس لاروب، راه غير نص تقريبا، لان اصلا فيه الشوكولا يعني ما كاينلاش نحليه ديك الحلاوه بزاف. هاد الشوكولا اللي فيه راه كافي جدا. البنات كنظن انني غنزيد واحد نصف كاس ديال الدقيق، انني صراحه بدلت نوعيه ديال الدقيق كيف كتشوفوا تشرب ليا، يعني ما غادي نزيد شويه تيتماسك ليا الخليط مزيان، يعني ما يبقاش ليا القوام ليليا بحال هكا. كيف كتشوفوا معايا تمسك الخليط ديالي، كيف كتشوفوا حصلت على هاد العجينه. انا دابا غادي نخبزها في واحد اللاطه من بعد من هنا طبعا، ما نخافوش البنات لان اصلا الكوكيز فيه الزبده يعني ما كيلصق من حتى شي حاجه. بقاو معايا، ناخذ دابا العجين غادي ندير في يدياتي كويراس البنات، هادي كورم هكذا ونخبزو. نحاولوا البنات نديرهم في نفس الحجم يعني باش ما يجيوش متفاوتين، باش نقدموهم ان شاء الله. شوفوا حبيباتي كيجي البنات الرائع هاد الكوكيز، والله اذا جربتوه ما غتستغناوش عليه، سهل وبسيط يعني ما كيش شي ايد ولا يعني بحال الحلوه الاخرى، يعني عادي جدا. حتى الا كانوا عندكم وليداتكم فراه غيحماقوا عليه، كونوا اكيدات. تهناو من البيموان ديال الصنق. البنات نحاولوا ناخذوا ان كونسيديراسيون اننا دايرين فيه الخميره، يعني باش ما نقربوش بزاف الكويرات ديالنا في اللاطه ديال الفرن يتشتت شويه، وحتى الكريات نديروا في بالنا انهم راه غادي يزيدوا يكبروا، يعني نحاولوا نديروا واحد العبار.
طلبناتك نوعدكم غادي ندير معكم كوكيز بالشوفان، كيجي حتى هو رائع جدا وصحي بزاف البنات، كيف كتعرفوا الشوفان الفائده ديالو كبيره بزاف، كيجي رائع رائع جدا. اذا حبوباتي غادي نكمل بحال هكا، تنعمل لاطا ديالي وغنديرها على الفرن على درجه حراره 190. اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك، وعلاش لا ما تنشروش مع صحابكم وحبايبكم. دمتم في رعايه الله وحفظه.